السلام عليكم. النهارده في المحاضرة إن شاء الله هنتكلم بقى عن البيشنت سيفتي كمفهوم عام، الكونسبت نفسه، ونعرف يعني إيه بيشنت سيفتي، ونعرف يعني إيه أدفيرس إيفنت، سنتينل إيفنت، نير مس، وأدي أمثلة إزاي نمنع حدوث الحاجات دي إن شاء الله. أول حاجة يعني إيه بيشنت سيفتي؟ يعني إيه سيفتي؟ سيفتي is the most basic dimension of performance necessary for the improvement of healthcare quality. يعني ايه الحاجة الأساسية اللي على أساسها يحصل improvement، تحسن في الخدمة الصحية المقدمة أو في healthcare quality في الأورجانيزيشن. طب في agency مهمة جدا اسمها agency of healthcare research and quality، معرفة patient safety تعريف كويس جدا. patient safety is a discipline in the healthcare sector that applies safety science، علم السيفتي، methods، طرق، towards the goal of achieving a trustworthy system of healthcare delivery. يعني بمعنى patient safety ده discipline، جزء من أجزاء المؤسسة كلها الـ healthcare sector، إن هو بيطبق طرق علم حديثة ليها علاقة بالسيفتي عشان أحقق system trustworthy، ثقة، شفاف، يؤدي إلى excellent healthcare delivery للناس. Patient safety is also an attribute of healthcare system، حاجة من الخصائص الأساسية لأي healthcare system، لأي مستشفى، لأي مؤسسة صحية. Minimize the incidence and impact and maximize the recovery from adverse event، يعني بيقلل ال adverse event، حدوث ال adverse event، ويقلل ال impact لو حصلت، ويحسن او يوسع الريكفري، ان هو يخلي الريكفري منها لو حصلت يبقى اسرع. يبقى نقدر نلخص البيشنت سيفتي. البيشنت سيفتي ده عنصر اساسي مهم جدا في اي اورجانيزيشن صحيه او اي اورجانيزيشن، وليه اتريبيوتس، خصائص، وليه مواصفات معينه، وليه طرق حديثه بتتبعها علشان اعمل مؤسسه صحيه بتؤدي جودة خدمة صحية للمرضى بتوعها، وقلل حدوث الـ adverse events أو sentinel events، الأحداث الجسيمة أو الأحداث المترتبة عن مشاكل، عن إجراء خطأ من تمريض أو دكاترة، ولو حصل الخطأ ده أسرع من الـ impact، النتيجة بتاعته إن هو إيه يزول بسرعة، ولو حصل أسرع من الريكفري، إن أنا المريض يطلع من الأدفيرس إيفنت ده بسرعة كبيرة جدا وبقلل الخسائر. يبقى دي السيفتي. لو ما عندناش بيشنت سيفتي، لو ما عندناش سيفتي ميثودز، لو ما عندناش أتريبيوتس، الخصائص للبيشنت سيفتي دي في أي هيلث كير أورجانيزيشن، يبقى أنا مش هقدر أقدم خدمة عالية الجودة في الأورجانيزيشن اللي أنا شغال فيها. طب إحنا عندنا 3 مفاهيم مهمين جدا عايزين نفرق بينهم. عندنا حاجة اسمها أدفيرس إيفنت، وعندنا حاجة اسمها سنتنال ايفنت، وعندنا حاجه اسمها نير مس، ودول مهمين جدا. طب نبدا بالادفيرس ايفنت. ان انتندد انجري تو بيشنت كوزد باي ميديكال مانجمنت ذات ريزلتس ان ميجرابل ديسابيلتي برونجد هوسبيتاليزيشن اور بوث. سينس نوت اول ادفيرس ايفنتس ار ريزلت اوف ايرور، ميني بريفير تو يوز ذا تيرم بريفنتابل ادفيرس ايفنت. طب ندي مثال ادفيرس ايفنت. انا مثلا هعمل اي في كانيوليشن للمريض، انا باخد البروسيجرز اللي انا الستبس اللي انا بمشي بيها، وبركب الكانولا للمريض. طب انا ما ركبتش الكانولا دي بطريقه سليمه، هيحصل ايه؟ هدي علاج، هيحصل اكسترافازيشن اللي هو مثلا خروج الدواء ده من الجلد مكان الكانولا، فيحصل ايد المريض تورم، ويحصل ده مشاكل للمريض. دي اسمها ايه؟ ادفيرس ايفنت، حاجه انا مش متعمد حدوثها للمريض، بس نتيجه حدوثها المريض ده ممكن يدخل في مشاكل صحية بعد كده، وممكن يزود عدد أيام إقامته عندي في المستشفى بتاعتي. عشان كده بدأوا يسموها Preventable Adverse Event. في حاجة اسمها بقى Sentinel Event. Joint Commission اللي عاملة International Patient Safety Goals قالت إيه Sentinel Event؟ Unexpected Occurrence Involving Death or Prolonged Physical Psychological Injury. يعني ناخد نفس المثال بتاع الـ IV Cannula. أنا ركبت IV Cannula للمريض، ونتيجة وديت للمريض ده مثلا كيمو ثيرابي أو بوتاسيوم أو حاجة، فحصل اكسترافازيشن للدواء ده، لأن يعني بتاع الكادرة متركبة غلط. نتيجة الاكسترافازيشن ده
وصل ان انا ممكن اعمل امبيوتيشن، اقطع الجزء ده من ايد المريض او المريض ده يدخل في وفاه. فده برضك ان انتندد، يعني حاجه انا مش متعمدها، بس نتيجه الحدث ده حصل ميجور بروبلم، حصل وفاه، حصل ديسابيليتي، حصل امبيوتيشن للمريض. فدي درجه اعلى من الادفيرس ايفنت، بسميها سنتينل ايفنت. عشان كده مسمينها ايه؟ another name for a sentinel event is a never event، يعني مش مسموح بحدوثها. يبقى احنا في الادفيرس ايفنت حصل خطأ، بس نتيجة الخطأ ده ممكن يحصل المريض يقعد اكتر من يوم عندي مثلا في المستشفى، يحصل مشاكل صحية. اما السنتينل ايفنت نتيجة الخطأ ده بيحصل death، وفاة، او ممكن يحصل disability للمريض ان هو يعيش طول حياته بايه، نتيجة الخطأ بتاعه. عشان كده نسميها never event. طب الحاجة الثالثة اللي هي near miss. نير مس دي بقى نفس الخط. انا مثلا هديكم برضك مثال عشان نشرحه. انا كتشارج نيرس في وحده، وعندي نيرس بتدي علاج لمريض. فانا النيرس حضرت العلاج وراحت تديه للمريض. التشارج نيرس شافها من بعيد ان هي واخده علاج خطا وريحه للمريض الخطا، فراح وقف على ايديها وخد العلاج من ايديها قبل ما تديه للمريض. يبقى سموه ايه؟ نير مس. العلاج لسه ما المريض ما خدوش، يبقى انا لحقت المشكلة قبل ما تحصل، عشان كده بيسموها نير ميس. يبقى ايه الفرق بين النير ميس والادفيرس ايفنت والسنترال ايفنت؟ قلنا انا ركبت كانولا للمريض واديت فيها علاج، فنتيجة الكانولا مثلا اوت او العلاج اكسترافازيتد، حصل شوية احمرار، هيماتوما، اكسترافازيشن، حاجة بسيطة، المريض نتيجتها قاعد عندي في المستشفى كام يوم زيادة. طب نفس الكانولا اديت فيها كيموثيرابي، اديت فيها بوتاسيوم، برضك حاجة ان انتندد، حصل المريض مثلا حصل امبيوتيشن في ايده، المريض توفى، المريض حصل له برونج ديسابيليتي، يبقى المريض ايه، حصل كارثة كبيرة، يبقى بنسميها سنتينل ايفنت. طب انا لحقت المشكلة قبل ما تحصل، لحقت علاج قبل ما يتاخد المريض خطأ، لحقت اي بروسيجر قبل ما يتعمل المريض خطأ، بنسميها نير مس قبل ما توصل للمريض. زي المثال هنا، an example of a near miss is the pharmacy fills an IV order and send it to the nursing unit for a patient. Prior to administering the IV, the nurse double check the order and notifies that the mixed IV solution is not correct. العلاج أصلا غلط. The IV bag is sent back to the pharmacy. Another bag with the correct ingredients is obtained for the patient. This would be a major medical mistake should it have reached the patient. يعني إيه؟ الصيدلي حضر العلاج وبعته لي النيرس ستيشن، وأنا براجع العلاج لقيت إن العلاج أصلا متحضر غلط. لحقت العلاج قبل ما اديه للمريض، بعت العلاج تاني للصيدليه، والصيدليه حضرت العلاج الصح وجاته لي، بسميه نير مس. في كونسبت بقى مهم جدا، مهم جدا في علم البيشنت سيفتي، لازم نفهمه ولازم نتطبع كده في دماغنا علشان نبدا نفهم اهميه البيشنت سيفتي سيستم ميثود، ان انا اصعب الموضوع في اي، اصعب السيستم في اي اورجانيزيشن، احط خطوات تعجيزية، عشان لو انا ما حطيتش خطوات تعجيزية هيبدأ يحصل مشاكل. بمعنى هديكم مثال اسمه سويس شيس موديل ديفلوبد باي جون ريزون. The concept behind this model is that، خدوا بالكم من الحتة دي، catastrophic errors، الأخطاء الجسيمة doesn't occur in isolation، ما بتحصلش مرة واحدة أو تحصلش لوحدها. بمعنى rather there are multiple opportunities for error to occur. يعني ايه؟ في فرص كتيرة ممكن انا امنع بيها حدوث الايرور قبل ما يحصل. It's only when the systems align in a certain way and the fail cell mechanism all failed. هديكم سلية، انا ناخد الاول الرسمة دي، الرسمة بتاعتها اسمها Reason Swiss Cheese Model. طب عايزين بقى نحط الرسمه دي في دماغنا نيجي نتعامل مع اي مشكله. اقول لكم مثال، احنا مثلا في الاي سي يو وفي مريض عندي هيدخل يعمل عمليه، مثلا هيعمل رايت هاند امبيوتيشن، هيعمل رايت ليج امبيوتيشن، بتر رجله اليمين. اسم المريض ده محمد احمد، ميديكال ريكورد نمبر 1 2 3 4. الدكتور هو عندي في الوحده، يعني احنا المريض اهو عندي وهيدخل يعمل رايت ليج امبيوتيشن. احنا قلنا المفروض ان الدكتور مثلا بيعمل مارك على مكان العمليه ويتاكد من المريض والميديكال ريكورد نمبر عندي في الوحده قبل ما يروح المكان. الدكتور عمل مارك على الرجل الشمال، فايه الفتحه دي؟ اول ثقب في اول خطوه ان الدكتور عمل حاجه غلط.
راح العمليات، خش الفتحة اللي بعدها. التمريض والدكاترة كانوا مهملين، ما عملناش التايم اوت اللي انا المفروض اعمله اتاكد، أو ما عملناش الساين ان اللي انا المفروض اعمله اتاكد من المريض واتاكد من المارك واتاكد من ورق العمليات صح واتاكد من كل الكلام ده. عدينا الفتحة التانية في السلايس التانية من البروسيس، دخلنا جوه غرفة العمليات، خد اعمل التايم اوت اللي احنا شرحناه في البيشن سيفتي جولز. لو ما سمعتوش المحاضرة دي ارجعوا اسمعوها، سجلتها لكم وبعتها لكم. هيدخل، ما عملناش تايم اوت في العمليات والتخدير والدكتور والنيرس برضك ما تاكدوش ان ده المريض الصح ودي مكان العمليه الصح. عدينا برضك الثقب اللي بعد كده، دخلنا في اخر مرحله ان المريض عمل له امبيوتيشن للليفت ليج. فلو لاحظتوا ان كل الهولز ماشيه ورا بعضها، فالكاتاستروفيك ايرور اللي حصل في الاخر من السهم ده ما جاش لوحده، ده جه بعد ايه؟ بعد ما كان في خلل في اربع حاجات حصل. خلل في اربع حاجات حصل. طب اطلع بقى فوق. طب احنا من الاول خالص لو الدكتور مثلا عمل مارك على الرجل الشمال مكان الرجل اليمين وعدى الثقب الاولاني، جه بقى دخل عند العمليات ساين ان، تم اكتشاف الخطا. بص الصد ازاي والسهم رجع تاني ورا، ما حصلش الايرور. خدوا بقى المثال ده في اي حاجه، اي حاجه. انت عشان كده قلنا البيشنت ايدنتيفيكيشن حاجه مهمه جدا. انت حضرت علاج لمريض وما عملتش بيشن، والمريض ده كان على السرير مثلا سرير واحد، والمريض ده استاب السرير وراح سرير تاني. انت رحت خلاص، ده حد من زمايلك قال لك ادي علاج ده للمريض اللي في سرير واحد، فلقيت مريض تاني قاعد فين؟ في سرير واحد، فدخلت له. ما طبعا ما اتاكدتش من بيشنت ايدنتيفيكيشن، ما اتاكدتش ان هو ده المريض السليم، رحت اديته علاج وده علاج غلط للمريض. طب افرض ان انت حضرت العلاج وانت قبل ما تروح للمريض اتاكدت من المريض ده الصح والميديكال ريكورد صح، وتاكدت من العلاج اللي انت محضره لمريض تاني، يبقى